الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي لقاء جديد من لقاءاتنا في تفسير سورة النحل نستعرض فيه موقف أهل الإيمان والتقوى في ذلك اليوم العظيم، بعد أن ذكرنا موقف المكذبين وماذا يكون منهم وماذا يأتيهم من عقوبات الله جل وعلا في ذلك اليوم العظيم. ولعلنا والخطاب في هذه الآيات موجه أصالة إلى أهل مكة من المشركين، أولئك الذين أعرضوا ولم يستجيبوا لهذه الدعوة الكريمة، ليبين لهم ثواب من أجاب وعقاب من أعرض. وفي هذه الآيات بيان مكانة أهل التقوى وعاقبتهم وما يكون لهم من العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة. فلعلنا نستمع لشيء من هذه الآيات، بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وما لهم من ناصرين. بارك الله فيك. لما عرض الله جل وعلا موقف المكذبين، وأنهم كانوا إذا قيل لهم
ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. عرض مقالة من يقابلونهم، فقيل للذين اتقوا، أي خافوا من سوء العاقبة وحذروا من أن تنزل بهم عقوبة الله، فاتقوا الله واتقوا عقابه. لما سئلوا ماذا أنزل ربكم، أي ما هذا القرآن الذي جاء به هذا النبي، وما هذه الآيات التي تليت عليكم، قالوا هذا خير، فإنه سيعود بالخير على أصحابه فيسعدون به في الدنيا والآخرة. ولذا قال خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي أن الله يوالي على المحسنين. من هم الذين أحسنوا؟ من جمعوا بين شيئين، أولهما إحسان في عبادة الله، فعبدوا الله مستشعرين أن الله يراقبهم، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما النوع الثاني من أنواع الإحسان فالإحسان إلى عباد الله، فأحسنوا لهم بما يعود عليهم بالنفع، سواء في دينهم بأن دعوهم إلى الله ورغبوهم بما فيه نجاتهم وفوزهم دنيا وآخرة، وهكذا أحسنوا إلى عباد الله في أمورهم الدنيوية. فمن أحسن أحسن الله له في الدنيا وفي الآخرة. ولذا قال خيرا، أي هذا الذي نزل إنما هو خير للخلق، فهو يحثهم على ما يعود عليهم بالنفع دنيا وآخرة. فقد قرر في كتاب الله وفي شرع الله بأن للذين أحسنوا الحسنى، أي العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، في هذه الدنيا هل تعود إلى أحسنوا أو تعود إلى حسنة؟ الجواب أنها تعود إلى الأمرين معا، فهم أحسنوا في الدنيا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا سيعطيهم الله حسنة، وهي كذلك للجملة الأخرى، للذين أحسنوا سيكون لهم في هذه الدنيا حسنة. وأتى بها منكرة لأنها شيء قليل يسير بالنسبة للنعيم والثواب الذي يكون لهم في الآخرة. ولذا قال ولدار الآخرة خير. خير هنا هل هي اسم تفضيل بمعنى أفضل أحسن خيرا وأفضل فيه، أو أنها على وجهها أنها خير يعني شيء مستحسن طيب؟ جمهور أهل العلم قالوا بأنها صيغة تفضيل، دار الآخرة أفضل وأحسن من الدنيا، والجزاء فيها الذي يناله المحسنون أعظم بكثير من الثواب الذي حصلوا عليه في الدنيا. ولنعم دار المتقين، تلك الدار الآخرة ينعم فيها أهل التقوى بأنواع النعم، من الحسنة من ما يكون من حسنة في الدنيا ما يكون في النفوس من صفائها وطيبتها وابتعاد الهموم والغموم عنها ورضاها بقضاء الله وقدره، ومن ثم لا تعرف أمراض النفوس إليها سبيلا، فلا اكتئاب ولا هم ولا قلق
لأنه قد سلم أمره لله. ومن الحسنى التي ينالها أهل التقوى في الدنيا ما يتعلق بأسرهم ومجتمعاتهم، فيتآلفون ويجتمعون، ويكون ذلك من أسباب تعاونهم على ما فيه صلاحهم وسعادتهم واستقامة أمورهم. وهكذا يحسن الله إليهم فيما يتعلق بأمورهم الدنيوية، فيوالي عليهم الخيرات ويكفيهم أمر دنياهم، كما قال تعالى: من يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا الوعد الذي وعد به أهل الإحسان بالحسنة في الدنيا وعد من الله الصادق القادر المحسن الكريم الذي لا يتخلف وعده أبدا. ثم قال: ولنعم دار المتقين. لماذا كانت دارا لهم؟ لأنهم يستقرون فيها أبدا، بخلاف الدنيا فإنهم فيها على وجل يخرجون منها سريعا، ولذلك كانت الدار هي الآخرة، وأما الدنيا فهي زائلة، وبالتالي فكأنها عارية ومحل إيجار وليست محل سكنى واستقرار. ولذا قال في دار المتقين: جنات عدن. جنات أي فيها من الزروع والثمار ما يغطي بعضها بعضا، ويدخلونها أي أنهم يبقون فيها ولا يخرجون منها. ثم وصف حالهم فقال: تجري من تحتهم الأنهار، ليس بجوارهم وإنما من تحتهم. ومقاييس الآخرة لا تماثل مقاييس الدنيا. لهم فيها أي سيكون لأولئك المتقين فيها أي في تلك الجنان ما يشاءون، أي ما يختارون من أنواع النعم. ولا تظنن أن قوله ما يشاءون تقتصر على المآكل والمشارب، بل هي عامة في كل ما يريدونه بلا استثناء. ثم قال: كذلك، أي هذه طريقتنا وهذه عادتنا مع المتقين، نجزيهم الجزاء الأوفى، فإننا نقابل أعمالهم الحسنة بمضاعفته عشرات المرات إلى ما لا يتناهى، ومقابلة إساءتهم بالتجاوز والعفو والصفح فضلا من الله تعالى. ثم قال تعالى: الذين تتوفاهم، أي هؤلاء المتقون الذين تكون لهم الحسنة في الدنيا، تتوفاهم الملائكة، أي تقبض الملائكة أرواحهم طيبين. إما أن يراد بها أنهم طاهرون، فطهرت قلوبهم من أمراضها، وطهرت أبدانهم من نجاساتها، وطهرت أعمالهم من الشرك. وإما أن يكون المراد أنهم حال الوفاة لا يعذبون كما يعذب الأولون، فتسل أرواحهم من أجسادهم بسهولة ولين. ولذا قال: يقولون، أي أن الملائكة يقابلون هؤلاء المتقين بالكلام الطيب
المستمر، لأنه استعمل الفعل المضارع يقولون سلام عليكم، أي ستسلمون من كل سوء، ولن يأتيكم بعد اليوم شيء يكدركم أو يزعجكم أو يقلقكم. سلام عليكم، أي لكم السلامة الدائمة من نار جهنم ومن أنواع المكدرات. أدخلوا الجنة، أي يؤذن لهم بدخول الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم التي عملتموها في الدنيا. وهذه الأعمال منها أعمال القلوب كاليقين والتوكل والخوف، ومنها أعمال الجوارح من مثل الصلاة والحج وغيرها من الأعمال الصالحة. والباء هنا للسبب، وإلا فإن ما يفعله الناس من العبادات لا يوازي نعمة واحدة مما ينعم الله بها على العباد في الدنيا، ولذا فإن دخولهم للجنة فضل من الله وإحسان منه سبحانه، ولكن لفضل الله أسباب تعود إلى العباد. ثم وجه الله تعالى الخطاب للناس بالحذر من عقوبة الله في الدنيا، فقال جل وعلا: هل ينظرون، أي أن هؤلاء المكذبين ألا يتفكرون ويتأملون، ويكون من شأنهم النظر في أحوالهم، وبالتالي يحذرون من أن تنزل بهم العقوبة من عند الله جل وعلا. فهل ينظرون إلا أن يرسل الله الملائكة عليهم بالعقوبة الشديدة، أو يأتيهم أمر من الله بالعقوبة حتى ولو لم تأتي به الملائكة؟ ألم تعذب أمة من الأمم بالصيحة وأمة أخرى بالرجفة جاءتهم فقضت عليهم؟ ونحن نشاهد عقوبات الله ترد على بني آدم ما بين وقت وآخر، يجعل الله بأس بعضهم يهلك بعضهم الآخر، ويجعل الله جل وعلا في الخلق الضعيف اليسير هلاك الأمم الكثيرة. حينئذ أين العقول المتأملة؟ ألا ينظرون إلى هذه المقادير العظيمة التي يقدرها الله تعالى؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ ولاحظ هنا يأتي أمر ربك، يراد به العقوبة الناتجة عن ترك امتثال الأمر الشرعي. ولذلك قال طائفة بأن قوله في أول السورة أتى أمر الله أن المراد به العقوبة التي سيرسلها الله إليهم، وإن كان الأظهر كما تقدم أن المراد هناك أتى أمر الله الشرعي، فكأنه يقول بأن أمر الله الشرعي يرتبط بأمره الكوني. ولذلك ليكن من شأنكم أن تحذروا من مخالفة الأمر الشرعي لئلا يأتيكم الأمر الكوني فيكون هلاككم في ذلك. ثم ذكرهم بأحوال من سبقهم فقال: كذلك فعل، أي بمثل طريقتكم في عدم الاستجابة لأمر الله سار من قبلكم من الأمم الذين تشاهدون ديارهم وقد وصلت إليكم أخبار عقوباتهم، كذلك فعل الذين من قبلهم.
أعرضوا عن أمر الله الكوني، أمر الله الشرعي، فجاءهم أمر الله الكوني بالعقوبة. وهذا في الدنيا ليكون عظة وعبرة، وليذكرهم بأن العقوبة الشديدة الأعظم هي عقوبة الآخرة. قال تعالى: وما ظلمهم الله، أي لم ينزل بهم عقوبة ولا مصيبة وليس عندهم سبب لها، بل الله عادل لا ينزل بأحد شيئا من المصائب إلا وعند العبد ما يكون سببا لذلك. ولذلك قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولذا قال: وكانوا، ولكن للاستدراك والتصحيح، كانوا أنفسهم يظلمون. وانظر كيف قدم أنفسهم لتفيد الاختصاص، بمعنى أن هذه العقوبة التي نزلت بهم كانت بسبب ظلمهم لأنفسهم، ولم يقع عليهم ظلم من الله ولا من الملائكة ولا من أحد من العباد، وإنما ظلمهم على أنفسهم. ماذا كانت العاقبة؟ فأصابهم، أي نزلت بهم العقوبات التي تسوءهم، فأصابهم سيئات ما عملوا. فلما عملوا الإساءة جازاهم الله بالعقوبات التي تسوءهم ولا يرضون بها نتيجة ما عملوا. وحاق بهم، أي أحاط بهم من كل جهة العقاب الذي نزل بهم بسبب سخريتهم بأنبياء الله ودعواتهم، بسبب استهزائهم بشرع الله وبما أنزل الله من كتابه. وكان من الحجج التي استند إليها المشركون الاحتجاج بالقدر، فكان قائلهم يقول: لما أشركت أليس هذا مما قدره الله علي؟ فيقال له: نعم. فيقول: ما دام أن الله قدره علي فهو راض به، إذ لو لم يكن راضيا به لم يقدره علي. ومنشأ الشبهة الباطلة أنه قاس الله على نفسه، فهو لا يرضى إلا بما، أو لا يفعل إلا ما يرضاه، ولم يعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم لم يعلم بأن الله قد يقدر شرا في جانب لينتج عنه خيرات متتابعة في جانب آخر، فيقدر على العبد معصية من أجل أن يتوب، ويقدر على العبد معصية من أجل أن تكون طاعة لغيره بنصحه وإرشاده ومنعه من هذا المنكر وإنزال العقوبة به، فيكون ذلك سبب خير لغيره وإن كان ضد ذلك بالنسبة لذلك الشخص. فالاحتجاج بالقدر حجة إبليسية، فقد قال إبليس: بما أغويتني، فاحتج بالقدر. فكل من سار على هذه الطريقة بالاحتجاج بالقدر فقد أخذ حجة إبليس. ولذا قال: وقال الذين أشركوا، أي صرفوا العبادات لغير الله تعالى، لو شاء الله، أي لو كان الله يريد أن نعبده وحده وأن لا نصرف شيئا من العبادات لقدره الله جل وعلا علينا وعلى آبائنا من قبلنا، ولو كان الله يريد ويشاء
ألا نمتنع من المحرمات أو لا نمنع شيئا من المخلوقات والطيبات لوقع ذلك. وكان أهل الجاهلية يحرمون أشياء، منها الوصيلة والحام ونحو ذلك من أنواع المحرمات، وحرموا ما في بطون بعض بهيمة الأنعام، فقالوا لو شاء الله لا نحرم هذه الأشياء لما استطعنا أن نحرمها. فهذه الشبهة الشيطانية تجدها عند أهل الضلال في كل زمان حتى في زماننا الحاضر. ولو كان الأمر يتعلق بدنياهم لما رضوا بالاحتجاج بالقدر، احتج بالقدر فضربه ضارب على وجهه ضربة آلمته، ألا يقول لما ضربتني ويطالب بالقصاص، ولا يرضى بأن يقال له هذا قدر من الله قد قدره، فكيف يرضى بالقدر في الذنوب والمعائب ولا يرضى بالاحتجاج بالقدر في المصائب؟ ومن هنا فهذه الحجة لا تقبل عند أحد من الناس البتة. وقال تعالى كذلك فعل من قبلهم، أي أن الأمم السابقة احتجوا بالقدر على أنبيائهم، فماذا كانت النتيجة؟ نزلت بهم العقوبات. فأنتم يا أيها القوم ليكن من شأنكم أن تحذروا من أن يصلكم من العقوبات مثل ما وصل من قبلكم، حيث احتجوا بالقدر فلم ينفعهم ذلك شيئا. واعلموا بأن الرسل وأتباع الرسل هؤلاء وظيفتهم البلاغ، فلا تقولوا لهم إن كان ما تقولون حقا فألزمونا به واجعلوا الله يقدر علينا الدخول فيه. فهؤلاء وظيفتهم البلاغ والإرشاد والإيضاح، وهذه منتهى مهمتهم، وقد جعل الله للعباد اختيارا. وبالتالي لا يصح منك أن تحتج بالقدر وأنت لديك الاختيار. جعل الله لديك قدرة تختار سبيل الشر وتختار سبيل الخير بإرادتك بدون أن يكون عندك مكره على ذلك. ومن ثم فإذا كان لديك اختيار وإرادة فلا يصح لك أن تستدل بقدر الله كأنك ليس لديك إرادة ولا اختيار. ثم قال تعالى ولقد بعثنا، أي أرسلنا. لماذا سمى الرسالات بعثا؟ لأن البعث إحياء للموتى، فكأن الناس قبل الرسالة كانوا موتى فيحييهم الله بهذه الرسالة. فقال ولقد بعثنا، ولقد للتحقيق، بعثنا في كل أمة، أي جماعة وقوم ممتنعين، رسولا، أي عبدا مرسلا من عند الله لقومه يدعوهم إلى التوحيد وترك ما يعبد من دون الله. ولذا تركزت دعوات الأنبياء في الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة، أن اعبدوا الله، أي قوموا بعبودية الله خضوعا له وذلا له سبحانه، فتستجيبون لأمره وتتركون نهيه وترجون ثوابه وتخافون عقابه
وتستشعرون مراقبته واجتنبوا الطاغوت. أيترك كل ما يتجاوز حده سواء من المعبودات التي تعبد وليس من حقها العبادة، أو تطاع أو تتبع وهي ليس من حقها أن يفعل بها ذلك، فكل من تجاوز حده يقال عنه طغى. ولذلك قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم على الجارية. طغى الماء أي تجاوز حده ماء البحار والأنهار في قصة نوح، لما تجاوز حده أنقذ الله أهل الإيمان بأن حملهم على السفينة مع نوح عليه السلام. فهكذا الطاغوت هو كل ما تجاوز حده. قال تعالى: فمنهم، يعني من تلك الأمم ومن أفرادها، من هدى الله، لأن الهداية من عند الله. ومنهم من حقت عليه الضلالة، أي سارت عليه الضلالة بأن لم يستجيبوا لدعوة الحق ولم ينقادوا لأنبياء الله ورسله الذين كان من مهمتهم البلاغ المبين الواضح. ثم قال تعالى: فسيروا في الأرض، أي ليكن من شأنكم أن تذهبوا إلى ديار المعذبين لتشاهدوا كيف كان عندهم من الحضارات ومن أنواع نعيم الدنيا، ومع ذلك لم ينجهم من عذاب الله لما خالفوا أمره. فسيروا في الأرض فانظروا، أي تأملوا كيف كان عاقبة المكذبين. فإن المكذبين للرسل الذين لم يصدقوا بما جاء به أنبياء الله كانت عاقبتهم أن نزلت بهم العقوبات الدنيوية، وهي عقوبات يسيرة، وإنما العقوبة الشديدة ستنالهم يوم القيامة. ثم قال تعالى: إن تحرص على هداهم، أي مهما بذلت من الأسباب من أجل أن يستجيبوا لدعوة الحق فإنهم لن يهتدوا إلا بقدر من الله تعالى. ولذا فمهمتك البلاغ، ولا تشفق عليهم ولا تتأسف لعدم استجابتهم لدعوة الحق ولا تحزن بسبب ذلك. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، فقدر الله جار وسنته في الكون ماضية، وبالتالي إذا لم يهتدوا فستنزل بهم العقوبة، وحينئذ لن يستطيع أحد أن ينصرهم أو أن يرد عنهم عقوبة الله تعالى، ما لهم من ناصرين. ثم كان من استدلالهم أن أقسموا على تكذيب دعوة الرسل وأقسموا بعدم وجود يوم قيامة، يظنون أن قسمهم بمجرده دليل وحجة تكون مما يقنع الناس. فهذه الآيات العظيمة تشتمل على عدد من المعاني. أولها أن الله جل وعلا يجعل العاقبة الحميدة لأهل التقوى والإيمان، فيأتيهم إحسان من الله لإحسانهم في عبادته ولعباده. وفي هذه الآيات أن الجزاء من جنس العمل، فإنهم لما أحسنوا أحسن الله إليهم. وفي هذه الآيات
المقارنة بين الشيئين المتفاوتين تفاوتا عظيما، فإن الله قارن بين الدنيا مع ما فيها من المنغصات وما فيها من فوات كثير من النعم مع الآخرة الباقية أبد الآباد المستكملة لنعم الله والتي لا يرد إليها شيء من المكدرات والمنغصات. وفي هذه الآيات أيضا أن الدار الباقية دار أهل الإيمان هي الجنة، وأن مقامهم في الدنيا مقام يسير بمثابة عارية ينزلون فيها يسيرا ثم يغادرون إلى آخرتهم. وفي هذه الآيات أيضا ذكر بعض نعيم الآخرة وما فيه أهل الجنان من الخيرات المتعاقبة، وفي هذا أيضا الإشارة إلى أن نعيم الدنيا لا يماثل نعيم الآخرة، وإنما فيه جزء يسير جدا من نعيم الآخرة، ولذا فإن ما ذكر من نعيم الآخرة بأسماء نعيم الدنيا فإن بينهما من التفاوت الشيء الكثير. وفي هذه الآيات أن أهل الجنة سيكون لهم إرادة ومشيئة في ذلك اليوم، وبالتالي يؤدون أعمالاً بناء على إرادتهم ومشيئتهم. وفي هذه الآيات عدل الله جل وعلا وعدم ظلمه لأحد من العباد. وفي هذه الآيات أن من طاب في الدنيا بالابتعاد عن النجاسات المعنوية والحسية فإن الله جل وعلا يجعل له عاقبة طيبة. وفي هذه الآيات إثبات أو نسبة الوفاة إلى الملائكة وهم جمع، في قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة، بينما في موطن آخر نسب الله جل وعلا الموت إلى ملك واحد فقال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فقيل بأن الملائكة التي تكون من مهمتها قبض الأرواح جماعة بقيادة واحد منهم، فمرة ينسب الأمر بالوفاة إلى جماعة لأنهم مجموعة ملائكة، ومرة ينسب إلى ملك الموت الذي هو قائدهم وبالتالي نسب الأمر إليه. وفي هذه الآيات أن دخول أهل الجنة الجنة بسبب أعمالهم، ردًا على من قال يدخل الله من يشاء بلا سبب، ولذا قد على قولهم يقولون قد يدخل الله في الجنة أشد الناس كفرًا وظلمًا وفسقًا، وقد يدخل الله النار أفضل الناس عدلًا وإيمانًا، وهذه مقالة زائغة تخالف مقتضى هذه النصوص الواضحة بإثبات أن دخول الناس الجنان
بسبب أعمالهم، وليس ذلك الدخول على جهة المقابلة والجزاء التام، بل إن أعمال بني آدم يسيرة قليلة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. ومن هنا نفرق بين البائين، فقوله هنا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسببه يتفضل الله عليكم، بينما المنفي في قوله لن يدخل الجنة أحد بعمله أي باء المجازات والمقابلة، فيفرق بينهما. وفي هذه الآيات تحذير المعرضين من نزول العقوبات بهم في الدنيا، وتذكيرهم بأحوال من سبق. وفي هذه الآيات تقرير للقاعدة الوعظية العظيمة التي انتهجها العقلاء حينما قالوا: السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، كما قال: كذلك فعل الذين من قبلهم. ثم قال: فأصابهم سيئات ما عملوا. وفي هذه الآيات أن الظالمين إنما ظلموا أنفسهم، وإلا فالله جل وعلا غني عنهم، غني عن عباداتهم سبحانه وتعالى. ولذا لا يصح أن يقال بأن الظالمين الكافرين يظلمون الله، وإنما يظلمون أنفسهم. وفي هذه الآيات تحريم الاستهزاء بشيء من شعائر الدين وتعاليمه، لئلا تنزل العقوبة بهؤلاء المستهزئين. ولذا قال: وحاق بهم، أي رجع إليهم ونالهم من كل مكان ما كانوا، أي عقوبة عادت إليهم بسبب أنهم كانوا يستهزئون بشرع الله وبأنبياء الله عليهم السلام. ولذا فسنة الله في الكون التي تجري لا محالة نزول العقوبات بالمستهزئين الذين يستهزئون بأنبياء الله وبشرعه، ولكن رب العزة والجلال يمهل ولا يهمل، فانتظر نزول العقوبات بأولئك المستهزئين. وفي هذه الآيات المنع من الاحتجاج بالقدر، فإن الله جل وعلا قد جعل للعباد اختيارا، والله سبحانه وتعالى مكنهم من سلوك أي الطريقين شاءوا، والله جل وعلا قد بين أن من سبق من الأمم المكذبة احتجوا بالقدر فلم يغن عنهم ذلك شيئا. ثم إن هؤلاء المحتجين بالقدر إنما يحتجون به فيما يكون لهم لا فيما يكون عليهم، ولذا لو أخطأ أحد من الخلق في حقهم لم يرضوا منه أن يحتج على ذلك بالقدر. وفي هذه الآيات أنه لا يجوز لأحد أن يحرم شيئا من مخلوقات الله من عند نفسه، بل لا يحرم شيئا إلا إذا ورد دليل يدل على حرمته وعدم جوازه. وفي هذه الآيات أن العبادة حق لله تعالى لا يجوز صرفها
لأحد من الناس. وفي هذه الآيات أن وظيفة الأنبياء وأتباع الأنبياء هي البلاغ وإرشاد الخلق وتوضيح الحق، فهذه غاية رسالتهم. وأما الهداية فهي بأمر الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن جميع الأمم التي وجدت على الأرض كان لهم أنبياء من جنسهم ومن أقوامهم. وفي هذه الآيات أن لب دعوات الرسل والأنبياء هي الدعوة للتوحيد بعدم صرف شيء من العبادات لغير الله، لا لولي ولا لغيره، وإنما يعبد الله وحده جل وعلا. وفي هذه الآيات التحذير من الطواغيت التي تجاوز الناس بها حدها، وأعظم الطواغيت من رضي بأن يعبد من دون الله، فهذا من أعظم الطواغيت التي يجب اجتنابها. وفي هذه الآيات أن الهداية منحة ومنة من الله جل وعلا، ولذا فمن شأن العقلاء أن يطلبوا من الله أن يهديهم وأن يدلهم على ما فيه صلاح أحوالهم. ومن هنا كان من شأن أهل الإيمان تكرار هذه الدعوة في اليوم عشرات المرات بقول قائلهم اهدنا الصراط المستقيم. وهذه دعوة عظيمة تحصل بها نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات أن الضلالة قدر من أقدار الله يجعلها الله لمن شاء من عباده، لكن ذلك يعود إلى أسباب راجعة إلى العبد أو إلى من حوله. وفي هذه الآيات دلالة على جواز الأسفار، فإنه قال فسيروا في الأرض، وفيها دلالة على جواز دخول مواطن العذاب على جهة الاعتبار والتأمل فيها لقوله فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وفي هذا أن أكثر العقوبات التي تنزل على الناس تنزل بسبب تكذيبهم لأنبياء الله عليهم السلام. وفي هذه الآيات أن وظيفة الرسل وأتباعهم البلاغ، وأما الهداية فليست من وظيفتهم، وبالتالي يؤدي الإنسان مهمته بالبلاغ، وأما الهداية فليس مطالبا بها، وبالتالي حرص الإنسان على هداية الآخرين أو لم يحرص فإنه لن يحصل إلا ما قدره الله. ومن هنا فإن العبد ينبغي به إذا دعا الله أو نصح عباد الله أن يقصد بذلك نفع نفسه في آخرته حتى يكون مأجورا مثابا. والناظر في توجيهات القرآن يجد أن أكثرها توجيهات موجهة إلى الشخص مباشرة فيما يتعلق بعمله هو. وفي هذه الآيات أن من ضل عن سواء السبيل فإنما ضل باختياره وبإرادته، ومن ثم تكون عاقبته العاقبة السيئة بنزول العقوبة الدنيوية به، وحينئذ
لن يجد من يناصره أو يقوم معه أو يدفع عنه عذاب الله تعالى، مهما بلغ الإنسان من القوة ومهما أوتيه من أنواع النعم، فالأمر بيد الله جل وعلا. وبالتالي من كان من أهل الضلالة وصد عن سبيل الله فلينتظر العقوبة الشديدة، وليعلم بأنه لن يستطيع أحد من رد عذاب الله عنه. بارك الله فيكم، ووفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يمكنكم من أنواع الطاعات في هذه العشر الفاضلة، وأن يعينكم على حسن عبادته، كما نسأله جل وعلا أن يعرفنا بنعمه وأن يجعلنا مثنين عليها، معترفين عليه، معترفين له بفضله علينا فيها، كما نسأله جل وعلا أن نكون من الصابرين الذين يصبرون على أقدار الله المؤلمة. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم تجاوز عنهم، اللهم افسح لهم في قبورهم، اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة، اللهم أصلح ذراريهم وعقبهم، اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، واجعلهم من أهل الهدى والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.